بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، ما معنى أن الكفار مخاطبون بأصل الإيمان وبفروع الشريعة؟ هذا في خلاف، أنهم يخاطبون بفروع الشريعة في خلاف بين العلماء. يخاطبون بالإيمان، فإذا آمنوا يخاطبون بفروع الشريعة. أول ما يخاطبون بالإيمان والإسلام، فإذا دخلوا الإسلام خاطبون بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج. أما قبل أن يسلموا فلا يؤمرون بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج، لأنه لا تصح منهم عبادات، لا تصح منهم إلا بعد الإسلام والنطق بالشهادتين. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إلى آخر الحديث. فهم لا يخاطبون بفروع الشريعة حتى يسلموا.